إلهنا عظيم، إلهنا أمين، وحافظ عهده سنين وسنين، بيطعم شعبه في برية ويطلق أسرى ومسبيين. إله ممكن نمكس هنا بقى، يعني ممكن هتخش غربي. إله دانيال ورب داود بنؤمن، لكن لما تيجي ترجع البيت إله أبائنا وأجدادنا هتبقى لايقة وهتبقى أطعم. هبدأ أرجع تاني نظبط بقى الترنيمة، نفصصها ونمسكها كوردات ونعمل عليها، ناخد الكورد بتاعها ونمسكه مرة عادي ومرة بار، الأرتام نعملها مرة بالريتم الفلاني ومرة بالريتم اللي مش عارف إيه، السولو برضه نوع فيه إن إحنا نوضح لو هعمل بالبيكنج هعمله ببريشة هيبقى عامل إزاي، ولو بصوابعي هنعمله إزاي.